عمك احمد عطا هنا من ايام خمسينات ولا الستينات؟ انا بدات وانا عندي 8 سنين مع والدي. انا عندي دلوقتي 63 سنه. ربنا يديك الصحه. الله يخليك. وطول عمرك في الفخار؟ ما رحتش في اي حته. هو حكى لي بقى، بقول لك زمان كان في هنا كم مصنع، كم ورشه؟ في حوالي 52 محل، وكانوا كلهم متجمعين ورا جامع عمرو بن العاص. واتنقلوا في سنه 63، في جزء منهم جه المنطقه دي، وطبعا لما حبوا يعملوا الشارع اللي هو بتاع الكوبري العاشر من رمضان زالوا بعض ناس وفضلوا بعض ناس. وال 52 محل كان في المتوسط كل محل فيه 4-5 افراد شغالين. في مصانع كان فيها 15 فرد شغالين. فبدات تنقرض لحد ما وصل النهارده المصانع ما تكملش 10-15 اللي شغالين. والمحل بيبقى فيه واحد وعايز واحد مساعد، فمش لاقي، فمش ينزل يساعد نفسه. يعني هو لما قلت العمال قلت كل حاجه، وبعدين يبقى الفنيين بينقرضوا بقى خلاص، بينقرض. مش تلاقي واحد معلم كده بقى صعب. بقى صعب. فكمان التوك توك سبب المشكله كلها. توك 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 ليه؟ النهارده بجيب صنايعي واديله راحوا يشتغلوا في التوك توك 120 جنيه في اليوم ولا 150 جنيه، يقول لي لا اشتغل على توك توك احسن. ساعات اقل وهي هيصه كده، مش واقفه وشغلانه. مش صنايعي. البلد كلها صوتها كانت. طيب احنا هنخش مع اخواننا جوه، بس انت كنت قلت لي ان عندك مشكله الغاز. عندي مشكله الغاز. اسمع بقى المشكله دي، عشان دي مشكله عجيبه شويه. انا دلوقتي المكان دوت كان قبل التطوير بتاعه في سنه 2000 اتخصص المكان ده لان يبقى قريه بالطريقه اللي حضرتك شايفها دلوقتي. جميله جدا. فاخدنا وعد من الساده المسؤولين اللي موجود واللي مات رحمه الله ان هيدخلوا لنا الغاز. المكان ده اشتغل في 2005، وكنت انا اول واحد يشتغل في القريه وهي تحت الانشاء. اشتغلت بالقريه وخدت وعود كتير ان الغاز هيخش لي، فما دخلش الغاز لحد النهارده. انا بشتغل بالانابيب. بص بقى اسمع بقى الارقام اللي هيقولها لك عمك احمد عشان تشوف الدنيا. انا بشتغل بالانابيب الغاز. الانابيب غاليه. قبل كده اشتغلت بالسولر. لما غالي السولر نقلت على الغاز. ده علشان السحابه السوداء اللي كانت في الفتره دي. انا غيرت، كنا بنحرق بمخلفات وبنعمل تلوث، فانا اضطريت ان انا انقل على التطور. فالله يرحمه محافظ القاهره السابق الدكتور عبد الرحيم شحاته، عرضت عليه فكره بتاع الفرن المطور، قال لي نفذ. نفذت المشروع الفكره بمساعده دكاتره من مركز البحوث، وعملنا فرن مطور. فاول ما عملنا الفرن المطور، الفرن ده بالانبوبه بقى بالانابيب، بعت ناس من وزاره البيئه جم قاسوا القياسات اللي طالعه العادم من الفرن، طلعت اقل من المسموح بيها. كويس. فالدكتور عبد الرحيم شحاته قال لي لا، الفرن ده يتعمم مع المنطقه كلها، والمنطقه تتزال وتتعمل من جديد. اتعمل الفرن المنطقه، واشتغلت بنفس الطريقه، وما زالت ناس لحد النهارده بتحرق بالمخلفات. لسه برضه موجودين ناس بتحرق بالمخلفات. اوفر شويه. اوفر بكتير. يعني الغاز اغلى 10%، 10 اضعاف. 10 اضعاف. بس مصر هو بيستهلك كم انبوبه في اليوم لما يبقى الشغل كويس؟ فانا بشتغل لو انا عندي طلب احرق كل مثلا يومين فرن. الفرن بياخد مني 14 انبوبه في اليوم في الحرقه الواحده. في الحرقه الواحده اللي هي 12 ساعه. 12 ساعه 14 انبوبه. شوف بقى ال 14 انبوبه بكام؟ بقى بنتكلم في ايه بقى؟ احنا هنا 30 وحده. ال 30 وحده لو هم شغالين بكامل طاقتهم عايزين كل يوم كل وحده 14 12 10 حسب الفرن انبوبه. خليها 10 في المتوسط، 10 في 30 ب 300 انبوبه كل حرقه للقريه. برغم ان الغاز على بعد 200 متر مني، الغاز هنا اهو على بعد 200 متر. انا مش طالب حاجه، انا طالب يدخل لي الغاز على باب مصنعي وانت وحاسبني على الدخله اللي جوه. انما انا ما اقدرش اجيب الغاز من على الشارع. هذا الغاز على الباب وانا ادخل لي وحاسبني.
بس مشكلة انا بعرضها قدام حضراتكم ايه وبقى محافظ القاهرة. يا ريت اسمعنا ان شاء الله.